كلنا نتفق انه العاب الفيديو شيء جدا خرافي، شيء يخلينا نتسلى ونستمتع وبنفس الوقت يسهل علينا ضغوطات حياتنا اليوميه. بس العاب الفيديو مثلها مثل اي شيء بالعالم، اذا استعملناه بافراط او اسانا استعماله راح يؤدي الى مصايب، وهذا الشيء اللي راح نتكلم عنه فيديو اليوم. راح نتكلم عن 10 حالات وفاه بسبب العاب الفيديو. ملاحظه جدا مهمه، هالفيديو لا تنشروه لجروبات العيله على الواتساب، لانه الاهل اصلا عندهم فكره سيئه عن العاب الفيديو، ولو شافوا هالفيديو راح تصير فكره سيئه اكثر. بس قررت اسوي هالفيديو لانه حالات الوفاة اللي راح تشوفوها بالفيديو فيها اشياء ممكن تشوفوها انتم تتعلموا منها وتتجنبوا انها تصير معكم او تصير مع حدا يقرب لكم. فاي يلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه شركه بينكيو، وفي جيف اواي على الشاشه مقدمه منهم. واذا ما يهمك موضوع الجيف اواي، شيك اول تعليق مثبت تحت، راح تلاقي وقت بدايه الفيديو وروح اضغط عليه. شركه بينكيو مختصه بصناعه شاشات الجيمنج، نفس الشاشه شايفينها قدامكم حاليا. هاي شاشه بينكيو EX2780Q بحجم 27 انش. الشاشه وضوحها 2K مو 4K. اخر شاشه باخر فيديو كانت 4K، لا هي 2K اقل. بس هاي الشاشه 144 هرتز، فراح تعطي صفاوة جدا خرافية، بينما الشاشة بالفيديو الأول كانت 60 هرتز فقط. والشاشة تدعم ميزة الـ HDR، وفي HDR خاص بالجيمينج، فالألعاب اللي على الكونسول أو الـ PC اللي تدعم خاصية الـ HDR راح تشوفها بجرافيك جدا خيالي. الشاشة فيها 3 مداخل HDMI، هالشي جدا خرافي. عادة شاشات الجيمينج يكون فيها HDMI واحد بس، فيها مخرج USB-C عشان تشحن جوالك، وفيها ميزة الـ FreeSync من AMD عشان ما تحس بالتأخير بالألعاب، وميزة الـ Eye Care يمكن اللي تحجب عن عيونك الأشعة الزرقاء اللي تسبب ضرر للعين. واكثر شيء مميز بالشاشه اللي هو انه فيها 3 سماعات. عاده شاشات الجيمنج ما بكون فيها سماعه اصلا، لازم تجيب سماعه خارجيه، بينما هون فيها 3 سماعات سبيكر من اليسار واليمين وورا، فتعطيك تجربه صوت محيطيه جدا رهيبه. وبكل صراحه ما لقيت الا عيب واحد بالشاشه فقط، اللي هو انه فيها تاخير 5 ملي سكند. معظم شاشات الجيمنج اللي جديده حاليا تكون 1 ملي سكند، هذا العيب الوحيد اللي لاحظته الموجود بالشاشه، غير هيك جدا رهيبه. وبالاخير بينكيو ارسلوا لي شاشة ثانية اللي هي بينكيو GW2480 عشان اسوي عليها جيف اوي لكم. فاذا كنت حابب تفوت بفرصة الفوز على الشاشة، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام، تويتر، فيسبوك او حتى ايميلك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا الفيديو. كان في فريقين عم يتحدوا بعض بلعبة كول اوف ديوتي وورلد وور 2، كلانين، وكان تحدي جدا مهم. بالنهاية فريق خسر وفريق فاز. الفريق الفايز قاعد يغيظ الفريق الخسران او يهايط عليه وان احنا فزناكم وشلنا الكلام. فأحد الأشخاص من الفريق الخسران ما تحمل هالشيء، فعشان ينتقم عمل سواتينج على أحد الأشخاص اللي بالفريق الثاني. شو السواتينج بالضبط؟ السواتينج إنك تتكلم مع الشرطة وتقولهم إنه الشخص الفلاني عنده قنابل في بيته، إرهابي أو قاتل ناس أو شيء من هالكلام. فاللي عمله هذا الشخص كان بيعرف عنوان أحد الأشخاص، فدق على الشرطة وقالهم أنا قتلت أمي وحاليا معي مسدس، راح أقتل أبوي وباقي إخواني وهذا عنوان بيتي، إذا ما جت الشرطة حاليا راح أقتلهم. وسكر، أعطاهم عنوان الشخص الثاني، الشخص من الفريق الفايز. والشرطة على طول بعتوا ناس وفريق السوات بأمريكا على بيت هذا الشخص، وهذا الشخص ما كان ساكن لحاله. معظم حالات السواتينج اللي شفتوها بفيديوهات تانية بيكون شخص ساكن لحاله، بيدخل عليه الشرطة بيرفع ايديه وبعدين بيفهموا شو الوضع اللي صاير. هذا عايش مع عيلته، هذا الشخص مع ابوه وامه في البيت. فالشرطة وصلوا على بيت هذا الشخص، وابوه لهذا الشخص طلع من الباب ماسك بايده ريموت او شيء من الكلام. الشرطة فكروه مسدس واطلقوا عليه على طول وذبحوه. الشخص من الفريق الخسران تسبب بمقتل ابو احد الاشخاص من الفريق الفايز، كل هذا عشان جيم كول اوف ديوتي. والشيء الحلو بهالقصه انه الشرطه بعدين عرفوا عنوان الشخص يلي سوى البلاغ الكاذب والقوا القبض عليه وحكموا عليه بالسجن لمدى الحياه. كريس ستانفورث كان جالس هو واصحابه عم يلعبوا لعبه هيلو على جهاز الاكس بوكس 360، وكانوا عاملين ماراثون واللي هو انه يقعدوا يلعبوا ساعات طويله بدون اي توقف. فكانوا جالسين فوق ال 12 ساعه عم يلعبوا لعب متواصل، وكريس وقعت منه على الارض علكة بسيطة، نزل انحنى عشان ياخذ العلكة ووقع على الارض وعلى طول مات. السبب بالموت انه صار عنده تجلط بالدم. في بعض الحالات لو ما بتحرك ايديك او رجليك لساعات جدا طويلة بيصير في تجلط بالدم بجسمك، بعدين لما تسوي اي حركة نفس الانحناء بينقطع الدم عن قلبك او عن الرئة، وهذا الشيء بيسبب الى موت على طول. دانييل باتريك بعمر 16 سنة كان مدمن بشكل جدا كبير على لعبة هيلو، بالمرتبة التاسعة كانت كمان لعبة هيلو، وهلا هون كمان هيلو، شكل اللعبة مسببة مصايب.
طيب المهم كان جدا مدمن على لعبة هيلو ونزل جزء جديد اللي هي لعبة هيلو 3. فأهله منعوه انه يشتري اللعبة، بيعرفوا انه مدمن عليها وما بدهم ابنهم يضيع كل وقته على اللعبة. فالمهم راح الولد واشترى اللعبة بالسر وقعد يلعبها لفترة جدا طويلة بالسر عن أهله إلى جاء اليوم وأمه مسكته عم بيلعب لعبة هيلو. فأخذت اللعبة وعطتها للأب والأب حطها بالخزنة تبع البيت. الولد بعدين قدر يسرق مفتاح الخزنة من أبوه وراح وفتح الخزنة ولقى لعبة هيلو ولقى جنب لعبة هيلو مسدس الأب. بأمريكا اللي ما يدري فينك تشتري سلاح وتحطه في بيتك، فلقى مسدس الأب جنب اللعبة فقرر إنه ياخذ اللعبة وياخذ المسدس ويقتل أمه وأبوه. أخذ المسدس وراح عند أهله وقال لهم يغمضوا عينيهم، عندهم مفاجأة إله. فعلا غمضوا عينهم الاثنين وطلع المسدس وأطلق على أمه وأبوه على راسهم. الأم ماتت على طول، والشيء الكويس إنه الأب قدر إنه يتفادى الطلقة ويهرب. بعدين لما وصلت الشرطة الابن حاول يحط المشكلة هاي بأبوه، قاعد يقول للشرطة إنه الأب هو اللي مسك المسدس وقتل أمه وحاول يقتله، بس بعد شوية تحقيقات توضح إنه هو القاتل وحكموا عليه لسجن مدى الحياة. في أم وأب من كوريا الجنوبية كانوا جدا مدمنين على لعبة اسمها بايرز أونلاين، لعبة RPG جدا مشهورة بكوريا الجنوبية. هالأم والأب عندهم طفلة عمرها 3 شهور وكانوا جدا مدمنين على لعبة بايرز أونلاين، فأهملوا الطفلة بشكل جدا كبير، ما كانوا يأكلوها إلا بال 12 ساعة مرة، ما كانت الأم ترضعها، ما كانت تغيلها الحفاض. هذا الشيء للأسف إلى وفاة الطفلة بعد 3 شهور من ولادتها بس. والشيء الغبي إنه اللعبة اللي كانوا عم بيلعبوها كان أساسها إنهم يربوا بنت أونلاين جوا اللعبة اسمها أنمي، فكانوا مهتمين ببنتهم الأونلاين الخيالية الغير موجودة وزابلين بنتهم الحقيقية، وهالشيء أدى إلى وفاتها. لي سانغ ساب، إن شاء الله أكون قلت اسمه صح، شاب من كوريا الجنوبية كان مدمن بشكل جدا كبير على لعبة ستار كرافت من تطوير بليزر. كان شخص جدا مدمن على اللعبة بسبب إنه تفنش من شغله، لأنه كان دائما يوصل متأخر على شغله وأحيانا يمسكوه وهو عم يلعب اللعبة جوا شغله. فهذا الشخص راح يوم من الأيام على مقهى إنترنت وكان في إيفنت أو حدث باللعبة جدا مهم، فقعد يلعب 40 ساعة متواصلة، 40 ساعة متواصلة بمقهى الإنترنت عم يلعب اللعبة، ما كان لا يأكل ولا يشرب، فقط عم يلعب اللعبة. واحد أصدقائه شاف هالشيء وقال له إنه لازم تروح على البيت معي الحين، لازم تنام وهالشيء بضرك. فسمع كلام صاحبه وقام وراح البيت ونام وما قام من النوم للأسف. صارت معاه جلطة بسبب الإرهاق والديهايدريشن اللي هي إنه ما شرب مي ولا أكل أبدا خلال 40 ساعة، وبنفس الوقت إرهاق جدا كبير تسبب إلى موته للأسف. كويك شونغ مي رجل عمره 41 سنة من الصين كان مدمن بشكل جدا كبير على لعبة ليجند أوف مير 3. هذا الشخص طلع له سلاح جدا نادر باللعبة عبارة عن سيف، وقرر إنه يعيره لصاحبه عشان يجربه وبعدين يرجع له إياه. ففعلا عار السيف لصاحبه، وصاحبه بدون ما يخبره راح وباع السيف على موقع إيباي بسعر 900 دولار. هذا الشخص اللي عار السيف جدا انقهر وراح وبلغ الشرطة بالصين عن هالشيء، وقوانين بالصين ما كان عندهم قانون يجرم بيع غرض جوا لعبة أونلاين، ففعليا ما كان فيه يقدم شكوى، فجدا انقهر لأنه القانون ما فيه يأخذ حقه وهذاك الشخص صاحب عليه. فاللي عمله إنه راح على بيت هذا الشخص، اقتحم بيته بالليل وهو نايم وبإيده سكين. هذاك الشخص عرض عليه إنه هرجع لك فلوسك خلاص، بس كان جدا يعني انتقام مغطي عليه، فأخذ السكين وطعنه للموت، وبعد ساعتين راح وسلم حاله للشرطة وحكموا عليه بحكم الإعدام متوقف، يعني راح ينسجن طول عمره بالسجن وممكن بأي وقت إنه يعدموه بدون أي سبب، لأنه هو أصلاً عليه حكم إعدام بس متوقف. فأي يعني فيكم تقولوا تقريباً نحكم عليه للسجن مدى الحياة. شاب بعمر 18 سنة من تايوان اسمه شوان كان جداً مدمن على لعبة ديابلو من تطوير بليزرد. كمان كان جداً مدمن على اللعبة، وبسنة 2012 لما أعلنوا عن لعبة ديابلو 3 كان جداً متحمس، ويوم نزول اللعبة راح على أحد مقاهي الإنترنت، حجز غرفة خاصة لمدة 3 أيام وجلس جوا الغرفة يلعب اللعبة 3 أيام متواصلة بدون أكل ولا شرب ولا يطلع. بعد انتهاء 3 أيام دخلوا عليه الناس بالمقهى يحكوا له إنه خلص وقتك، ولقوه ميت جوا الغرفة. سبب الموت كان تجلط بالدم، بدأ برجله وشوي شوي طلع وضرب قلبه، يعني سكتة قلبية اجته من الأرهاق وعدم النوم وعدم الأكل والشرب مدة 3 أيام، أدى إلى تجلط بالدم وبعدين موته. زاوي إي كان ولد بعمر 13 سنة من الصين وكان مدمن على لعبة World of Warcraft من تطوير بليزرد. ألعاب شركة بليزرد ضاربة على هالليستة مثل ما شايفين، معظم الناس ماتوا بسبب ألعاب بليزرد، ستار كرافت من تطوير بليزرد، ديابلو من تطوير بليزرد، وحاليا World of Warcraft. فهذا الطفل كان جدا مدمن على لعبة World of Warcraft بعمر 13 سنة لدرجة انه اهله دخلوا
دخلوا ووقفوه عن اللعب، قالوا له خلاص ما فينك تلعب، لانهم لاحظوا انه ابنهم عنده ادمان بشكل جدا كبير على اللعب، يقعد يلعب ايام متواصله. فالولد بعد ما اهله منعوه عن اللعب ما قدر يسوي اي شيء غير انه ينتحر، نط من الطابق 27 بالعماره عنده وانتحر. وقبل لا يموت كان كاتب رساله لاهله، كاتب فيها كلام غريب عن اللعبه، انه راح يلتقي بالحياه الثانيه بالافتر لايف مع اصحابه باحد المدن اللي جوا اللعبه. كلام غريب، واضح انه اللعبه كانت مسيطره على مخ الطفل بشكل كامل، وكان فكره انه مجرد ما يموت راح ينتقل لعالم اللعبه او راح يروح لحياه ثانيه يقدر يلعب فيها اللعبه بحريه. لعبه لينيج 2 باتل كلان عباره عن لعبه فيها كلانات وبصير حروب بين بعضهم. فكان في كلانين روسيين بروسيا، واحد اسمه ذا بلاتينيوم كلان والثاني ذا كلوكس كلان. فهالفريقين كان مفروض انه في بينهم حرب. قبل بدا الحرب احد اعضاء البلاتينيوم كلان ذبح احد الاعضاء بالكلوكس كلان بشكل غير عادل، فالكلانين يعني فيكم تقولوا ولعت بينهم جدا، عصبوا واتفقوا انهم يلتقوا بالحقيقه شخصين كل واحد من الكلان بمدينه ايفا بروسيا، يلتقوا مع بعض ومثل ما تقولوا يفضوا النزاعات بينهم بشكل شخصي. ففعلا التقوا وقعدوا يتضاربوا مع بعض الاثنين، بوكسات ما في اسلحه ولا شيء، قعدوا يقتلوا بعض لحديت ما فعلا واحد منهم مات. احد اعضاء البلاتينيوم كلان مات بسبب هالمشاجره، والشرطه القوا القبض على الشخص الثاني اللي قتله من الكلوكس كلان وحكموا عليه بالسجن مدى الحياه. المشكله انه الكلوكس كلان ما وقفوا عن هيك، لا صاروا يهددوا عائله الشخص من البلاتينيوم كلان اللي مات ابنهم، صاروا يهددوا عائلته بالقتل كمان لانه مقهورين انه احد اعضائهم انحبس بالسجن. ما ادري شو هاللعبه اللي صارت جرائم عصابات. ديفن مور بولاية ألاباما بأمريكا كان مدمن على لعبة جي تي اي أو حرامي السيارات، وهذا الشيء خلاه أنه يسرق سيارة بالحقيقة. فسرق سيارة بالحقيقة ومسكوه الشرطة، لما مسكوه الشرطة ودوه على مخفر قدر بشكل جدا سريع أنه يسرق أحد أسلحة الشرطة. أخذ مسدس أحد الشرطة وأطلق النار فيه على ثلاثة من الشرطة بالمخفر وقتلهم الثلاثة، وبعدين هرب وأخذ سيارة الشرطة ومشي فيها. فعليا نفس جي تي اي، وهو أصلا كان مدمن على جي تي اي أو جراند ثيفت اوتو. بنفس اليوم بالليل القوا القبض عليه الشرطه وتم الحكم عليه بالاعدام. اي شباب هذا الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك والاشتراك في القناه، واقترحوا بتعليقات الفيديو فكره فيديو التوب 10 القادم. فكره هالفيديو اجت من عدنان اي اتش، اقترح علي انه العاب كادت ان تقتل اصحابها، ما لقيت صراحه، دورت ما لقيت هالشيء، بس لقيت انه العاب بالفعل قتلت اصحابها. فاتمنى تقترحوا بالتعليقات فكره فيديو التوب 10 القادم، واكثر تعليق راح يجي عليه لايكات ان شاء الله راح اسوي الفيديو القادم. وبس كان معكم شركيات شركة كيش كم ديها التاني ان شاء الله، مع السلامة.